معانا كام خبر مهمين جدا متعلقين بالصحة، وانا عارفة انه دائما الاخبار لها علاقة بالصحة او الصيدلة او الادوية، اعتقد ان هي يعني بتيجي في المقام الاول في الاهمية لانها بتتعلق بحياتي وحياة حضرتك. وزارة الصحة والسكان ممثلة في الادارة المركزية لشؤون الصيدلة طلعت منشور تحذيري رقم 58 ل 2018 بتحذر فيه من استخدام عقارين، وقالت في هذا المنشور انه العقارين دول بيعتبر خطر على الصحه العامه. وحذرت الاداره المركزيه لشؤون الصيدله في هذا المنشور من استخدام مستحضرين من الدواء بناء على توصيه من الوكاله الاوروبيه للادويه اللي افادت بوجود شوائب في ماده فالزارتان في علاج ضغط الدم العالي لاحتوائه على شوائب. الموضوع ده على فكره ناقشناه هنا في مساء دريم من حوالي اسبوعين تقريبا، وكان معانا مجموعه من المتخصصين وقالوا انه ده مش مظبوط وانه ده ممكن يبقى بيشكل اعتقد نسبه بسيطه جدا، واحد مش عارفه في الالف ولا ايه، وانه الكلام ده غير دقيق. والحقيقه انه ساعتها احنا قلنا انه هننتظر بيانات الرسميه اللي تصدر من وزاره الصحه، لانه كنا على ثقه انه هيبقى في تحقيق عالي في هذا الموضوع. فهنا بالتالي وزاره الصحه بالفعل اصدرت اذا هذا المنشور التحذيري رقم 58 لاستخدام المستحضرين دول، ماده فالزارتان اللي قلنا عليها لعلاج ضغط الدم العالي، انه في شوائب، هي قايله كده انه في شوائب وبيتم توريدها من احدى الشركات الاجنبيه، وانه في مستحضر ثاني كاردوفالدون 80 ملي جرام، كاردوفالدون 80 ملي جرام. المستحضرين دول لو اي حد بيستخدمهم وما زال بيصرفهم رجاء يعني مراجعه الطبيب او التوقف، ما اعرف مش قادره اقول طبعا توقف او لا، دي حاجه الدكتور. احيانا في بعض الادويه لو وقفتها بشكل مفاجئ ممكن تعمل مشكله او لخبطه في ضربات القلب، بس من يستخدم هذين الدواء العقارين يعني يراجع بس طبيبه المتخصص، لانه الاداره المركزيه كمان لشؤون الصيادله حذرت على او يعني شددت على تحريز ما يوجد في المنشات الطبيه الحكوميه والصيدليات والسوق المحليه من العقارات دي، مع تسليم مندوبي الاداره بالمحافظات الكميات اللي بيتم تحريزها.